حياكم الله أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الأخيرة من برنامج واضح، وعنوانها صفر العداد. فرحا باستقبال شهر رمضان المبارك، ومعنا على الهاتف الشيخ منصور السالمي. شيخ منصور، لعلك سمعت ويانا هذه الآيات: وأن أتلو القرآن، ورمضان هو شهر القرآن. الله الله يا أبو حسين، الله على كلام الله عز وجل، الله أكبر. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أهل القرآن. آمين يا رب. أبو حسين سم. أبو حسين يا حبيبي، الله عز وجل بقدر ما تأخذ من كلامه بقدر ما يكون في قلبك من سعادة. من كان في قلبه جزءا واحدا يعمل به ويقرأه ويطبق حدوده وحروفه بقدر ما يكون فيه من السعادة. من كان معه جزئين حيكون بقدر ما يكون بالسعادة في قلبي. اللي عنده نصف القرآن حيكون عنده بقدر نصف القرآن من السعادة في قلبي. ومن كان في قلبه كلام الله كاملا سوف يكون في قلبه سعادة عظيمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أبو حسين، سبحان الله، الله عز وجل يقول في سورة طه في أوائلها، الله عز وجل يقول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وضد الشقاء السعادة. والله بقدر ما يكون لك نصيب من كلام الله عز وجل بقدر ما يكون في قلبك من السعادة. الشيخ منصور، أنا بكمل معاك هذا، يعني هذه المداخلة، وبسألك بعد الفاصل: لماذا نصوم رمضان؟ لكن بعد الفاصل. سلوك طباعنا واضح ولا يحتاج للشارح، ولكن دورنا رد الخطأ ونشجع الصالح. سلوك طباعنا واضح ولا يحتاج للشارح، ولكن دورنا رد الخطأ ونشجع الصالح. حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى في الحلقة الأخيرة من برنامج واضح، والتي عنوانها صفر العداد، شعارا نفرح به باستقبال شهر رمضان المبارك. ومعنا عبر الهاتف الشيخ منصور السالمي. حياك الله شيخ منصور مرة أخرى. حياك الله يا أبو حسين، والله يرضى عنك. الله يسلمك. تكلمت شيخ منصور أن أول قضية سم، بس استكمال اللي ما سبق في القرآن. اتفضل. سبحان الله، ربي جل في علاه يقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. أبو حسين، الله عز وجل قد نزل هذا القرآن بواسطة أعظم الملائكة وهو جبريل، ثم نزل إلى أعظم البشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا. والله عز وجل قد جعل هذا القرآن ينزل في أعظم الشهور، شهر رمضان. الله. وقد جعله الله سبحانه وتعالى ينزل في أعظم الليالي، ليلة القدر. الله. والله يا أبو حسين، والله لو أقول عظمة فوق عظمة. لو نزل القرآن في قلبي وقلبك وقلب المشاهدين لنكون أعظم الناس. صدق. لأن الله عز وجل يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إذا تمسكنا بالقرآن في غير رمضان كنا من السعادة ومن الفرح والسرور والأنس في قلوبنا. وأيضا تمسكنا بالقرآن في شهر رمضان، والله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. جميل، يعني شعارنا في رمضان أن أتلو القرآن. الله يجعلنا منهم. آمين. طيب السؤال الأخير اللي نسألك يا شيخنا الكريم في هذه المداخلة، لماذا المسلمون يصومون شهر رمضان؟ الله يجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم آمين. اللهم آمين. أبو حسين، الصيام يحتاج مو فقط إلى أن أتوقف عن الطعام والشراب، يحتاج المسلمون أن تصوم كذلك جوارحهم، ليس فقط أن يصوم الإنسان عن الطعام والشراب، لا، نريد أن نصوم أيضا، تصوم قلوبنا عن الحرام، وتصوم ألسنتنا عن الحرام، وتصوم أسماعنا عن الحرام. الصيام يا أبو حسين ما هي الغاية منه؟ لماذا نصوم؟ نصوم من أجل أن نصل إلى كنز عظيم، وهو أن نمتلك بعد ذلك الصيام تقوى الله عز وجل. الله جل في علاه يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مرة يا أبو حسين كنت أقرأ في سورة البقرة وصادفت، يعني سبحان الله، قرأت آية علمت أن الله عز وجل يريد منا مو فقط الصيام، بل عباداتنا كلها التي نقبل بها إلى الله، الله عز وجل يريد منا تقوى فقط. سبحانه. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يحبها. صحيح. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، ليش؟ لعلكم تتقون. إذن المقصد من صيام رمضان هو تحقيق التقوى، أليس كذلك؟ أبو حسين، الله عز وجل يقول عن الهدي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله عز وجل يريد منا أن نصوم رمضان وأن نخرج من رمضان ونحن قد امتلكنا كنزا عظيما وهو تقوى. يا أبو حسين بقول لك على حاجة. تفضل. الله ما هي الجنة إلا لأهل التقوى. انظر وتمعن في تلك الآيات عندما يقول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد إن المتقين في مقام أمين. الله. إن المتقين في جنات وعيون. يا الله، الله يجعلنا من أهلك. آمين. الله يجعلنا وياك من المتقين. الشيخ منصور السالمي، لم يتبقى لي في هذه المداخلة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لك على طيب المشاركة وحسن التفاعل. شكرا لك شيخ منصور، ولعلنا إن شاء الله نلقاك قريبا بحول الله تعالى في شهر رمضان المبارك، شهر المتقين، شهر القرآن، شهر الغفران. أنا أشكر كذلك يا أبو حسين وأشكر جميع المشاهدين وأعتذر مرة أخرى، أسأل الله يجمعنا في الجنة. لا معذورين، الله يجزاك خير، شكرا لك.